شرح كتالوج شهر فبراير. أول حاجة معانا الشهر ده أوضة تواليت حلو جدا نازل ليكي ولي سو فيفر. الأوضة تواليت ده لو اشتريتوا الاتنين هتاخدوا خصم 50%، هتاخدوا المجموعة ب 283 جنيه. حلو جدا جدا السو فيفر الحريمي، معمول بوردة الجنزبيل، ريحته حلوة جدا بالفانيليا والجنزبيل. أما الرجالي معمول بأخشاب الجنزبيل. مجموعة جميلة تقدري تحطيها الاتنين مع بعض، بيدوا شكل حلو جدا ومخصوص علشان الفالنتاين، وكل سنة وانتم طيبين. زي ما قلنا لو اشترينا الاتنين هناخدهم بخصم 50% وهنوفر 115 جنيه. كمان عندنا الشهر ده مجموعة عندنا الشهر ده الأوبتيمس. الأوبتيمس نازل تفتيح البشرة، أوبتيمس إيفن أوت. احنا كنا دايما عندنا الإيفن أوت كريم، ودايما كنا بنقول الكريم بيبقى تقيل، بنفضل نديه أكتر للبشرة الجافة أو البشرة العادية. نزل لنا الشهر ده أوبتيمس تفتيح إيفن أوت لوشن خفيف مناسب لجميع أنواع البشرة. لو اشتريتي اتنين هتاخدي التالت مجانا، هتاخديه هدية. الاوبتيمالز مجموعة او بتبقى دايما اي حاجة مكتوب عليها كلمة اوبتيمالز بتبقى معمولة من اللينجون اللي هو التوت وورق التوت، وده فيه مضادات اكسدة عالية جدا، بيرطب البشرة وبيأخر ظهور التجاعيد. هنا كمان زيادة في الايفن اوت انه بيفتح لون البشرة، التركيبه بتاعته بتدي تفتيح للون البشره، فانت لو بتعاني من بقع غامقه، لو بتعاني من نمش، ده هيساعد على تفتيح البشره. هو كريم بيتحط بالنهار وفيه حمايه من الشمس 30 اس بي اف 30. يبقى بنقول تاني لو اشترينا اتنين كريم هناخد التالت مجانا. كمان جورداني منزل لنا السي سي كريم. سي سي كريم بعامل حمايه 35. طيب احنا كده عندنا كذا نوع سي سي كريم، عشان نعرف بس الفرق بينهم، السي سي كريم بتاع الجورداني ترطيبه اكتر، وكمان هو فيه حاجات مقاومه لتقدم العمر، التركيبه بتاعته مقاومه لتقدم العمر، مناسب قوي لسن ال 30 فما فوق، هيديكي لوك حلو جدا لبشرتك، نازل بدرجتين. لو انت بشره قمحيه اللون الغامق هيبقى حلو عليكي، اما لو انت بشره فاتحه يبقى تقدري تاخدي الدرجه الفاتحه. السي سي كريم من الحاجات برضو اللي بيعملها انه بينقي البشرة، بيفتح لون البقع، وكلمة سي سي معناها corrective color او تصحيح لون البشرة، بيصحح لون البشرة. طيب تعالوا نشوف كمان ايه في كمان اوفر موجودة في الكتالوج الشهر ده. عندنا البودرة نازلة ب 45% خصم، كلها حاجات مستوحاة من الطبيعة، ودي المكونات اللي متكون منها الأنواع البودرة المختلفة. كمان عندنا الباور ماسك، برضو دي برضو من الأوضة تواليت الحلوة جدا الحريمي والرجالي، برضو مكونة من الأخشاب ومن الورود، من برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي نازلة الشهر ده. في كمان خصم 45% على مجموعة الميلك ان هاني. مجموعة الميلك ان هاني معمولة من اللبن والعسل، بيرطب الجسم، بيطري الجسم، مناسب جدا خصوصا لفصل الشتاء، علشان احنا دايما في الشتاء بنعاني من الجفاف في بشرة الجسم. ومن الحاجات الحلوة قوي اللي نازلة كمان الشوجر سكراب. الشوجر سكراب ده سكراب للجسم بنستخدمه، بنبل الجسم بنعمل صنفرة للجسم اللي هو سكرابينج للجسم كله، وبعدين بنشطف الجسم. كمان في الهاند سوب ده رغوة للإيدين، وفي الشاور كريم، وده ما قلنا كلمة شاور كريم ده رغوة للجسم بس بنسبة كريم، فبترطب الجسم، بتسيب الجسم مترطب. طبعا لازم تتشطف بعد ما تتحط، بنستخدمها كشاور، شاور كريم بنستخدمه على الجسم وبعدين بنشطف الجسم. كمان الشهر ده 55% خصم على مجموعة الاسانشال. لو انتي بشرة جافة هتاخدي الاسانشال الازرق، اما لو انتي بشرة دهنية هتاخدي الاسانشال البامبا. الاسانشال الازرق 3 في 1، بينظف البشرة وبيرطب البشرة ومزيل كمان للميك اب بتاعك.
المجموعة دي مناسبة للأعمار، السن الصغير من أول 17 18 لحد بقى السن اللي انتوا عايزينه، بس هي مناسبة أكتر للبشرة، بتكلم على الزرقاء مناسبة أكتر للبشرة الجافة، أما البامبا فللبشرة الدهنية. كمان نازل الشهر ده الفيمينال بخصم 40%، وده مخصوص للمناطق الحساسة. نازل النوعين، نازل النوع البامبا وده ريفريشنج رغوته أكتر، أما النوع التاني فده رغوة وفي نسبة ترطيب أكتر. الشهر ده كمان في 60% على مجموعة الشامبوهات اللي بالجوز الهند. الشامبو اللي بالجوز الهند، زيت الجوز الهند من الزيوت اللي بتغذي جدا الشعر. المجموعة كلها معمولة من جوز الهند. عندنا حجمين للشامبو، حجم الجامبو وحجم الأزهر، وكمان البلسم. احنا بنستخدم الأول بنغسل الشعر بالشامبو، بعد كده بنحط البلسم على الشعر والأطراف، بنستنى 10 دقايق وبعدين بنشطف الشعر. لو انت ناوية تستخدمي الزيت بتاع الجوز الهند، الزيت بنستخدمه للناس اللي شعرها ضعيف، للناس اللي شعرها ما بيطولش. بستخدمه ازاي؟ بغسل الشعر غسله بالشامبو، بحط الزيت في فروه الراس، بعد كده بستنى 10 دقايق وارجع اغسل تاني بالشامبو، وبعدين بحط البلسم في الاطراف. مجموعه حلوه جدا، جربوها. في علشان الفالنتاين في اوفر حلوه جدا في الكتالوج، لو اشتريتي الروج هتاخدي التاني مجانا. دي برضو من الاوفرز الحلوه. لو انتي بشره قمحيه او سمراء، الالوان الدافيه هي اللي هتليق عليكي اكتر، زي البني، زي البيج، زي الفوشيا. اما لو انتي بشره بيضه قوي، يبقى الالوان البارده هي اللي هتليق عليكي. ممكن تستخدمي كروج، يعني هتستخدمي الاحمر الغامق، احمر اللون بلح الزغلول. لكن لو انتي بشره قمحيه هتاخدي الاحمر المدي على اورنج. طبعا ده كمان علشان احنا في الفالنتاين، ودايما يوم الفالنتاين كلنا بنحط روج احمر، فلو انتي بشره قمحيه الاحمر الاورنج هيبقى احلى عليكي. اما لو انتي بشره بيضه فالاحمر الغامق، احمر اللون بلح الزغلول، هيبقى احلى عليكي. كمان عندنا اوفرز تانيه للفالنتاين في مجموعة دوان. لو اشتريتي قلم هتاخدي التاني مجانا. لو انت عينيكي واسعة هتقدري تحطي الكحل اسود من جوه وتقدري تحدديها من فوق، اما لو عينيكي ضيقة هتحطي اللون الابيض، الكحل الابيض اللي هي الدرجة دي، من جوه العين، انما من تحت العين هو اللي هتدخلي شوية يا لون جراي يا لون اسود، بحيث ان انت توسعي او تكبري مساحة العين بتاعتك. فنقدر نختار الالوان اللي مناسبة لينا. برضو علشان الفالنتاين عندنا البابل باف اللي هو اسمه لاف بابلز، وده معمول من ريحة التوت والورود. ريحته حلوة جدا، بنستخدمه. ممكن تستخدميه تحطيه في البانيو بتاعك وتعملي بابل باف بيه، او ممكن تستخدميه كشاور جل على اللوفة بتاعتك. في كمان خصم 50% على الماسكارا الهايبر ستريتش. احنا عندنا 2 هايبر ستريتش ماسكارا. ماسكارا هايبر ستريتش دي بتطول الرموش، وفي الهايبر ستريتش الاكس ال دي مش بس بتطول الرموش، بتطولها قوي، بتديكي احساس الرموش الصناعي. لو عينيكي واسعه سرحي رموشك للجنب، لو عينيكي ضيقه سرحي رموشك لفوق علشان تدي وسع لرموشك. برضو دي من الحاجات الحلوه قوي اللي نازله الشهر ده. كمان الاوبتي فريش منزل الثلاث انواع من معجون السنان. لو انت بتعاني من صفار في السنان تقدري تاخدي النوع ده اللي هو الكريستال وايت، اما الاثنين التانيين فهما بالنعناع، فبنكهة النعناع فبيدي انتعاش للاسنان. اخر حاجة عندنا الشهر ده هي مجموعة عيد الحب بي ماين. نازل الهاند كريم ونازل الصابونة بريحة حلوة جدا، ريحة الجريز والتوت والمسك والفواكه، ريحة جميلة جدا، تقدروا تجربوها، وكمان عليها خصم 50%. كل سنة وانتم طيبين، وعيد حب سعيد عليكم كلكم. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر فبراير.